هذه أول عطلة في الموسم الدراسي الجديد 2022-2023. مباشرة بعد بداية الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 سيكون الجميع مع موعد لأول عطلة في هذا الموسم، حيث تشير لائحة العطل أن عطلة منتظرة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف 12 و13 ربيع الأول 1444. هذه العطلة الدينية تصادف يومي 8 و9 أكتوبر 2022 القادمين. وقد كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أخرجت لائحة العطل بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام التحضير لشهادة التقنية العالية برسم الموسم الدراسي 2022-2023 لعطل كل العام.